ناخد يعني يونت جديده كده حاجه اسمها هيمو دايناميك اند او بلاد فيسل اند هيمو دايناميك. هيمو دايناميك يعني ايه كلمه هيمو دايناميك؟ هيم يعني بلاد دايناميك، دايما يعني في حركه غير ستاتيك. ستاتيك ستاتيكا اللي هي ثابته، ديناميكا اللي هي اللي بناخد شويه قوانين بقى، شويه قوانين عن سرعه الدم، مش عارف كميه الدم، حاجات كده هنشوفها دلوقتي. فبالنسبه للبلاد فيسلز، البلاد فيسلز لسه قايلها من شويه، في ارترز، في اسمها ارتريولز، في فينيول وفينز. ارترز ارتريولز فينيول فين، ما بينهما كابيلرز. هم دول مين؟ البلاد فيسلز. بلاد مين؟ بس انت يعني انت هتركز معايا على الاسئله اللي بيجوا في الامتحان مثلا. ايه اللي بيجوا في الامتحان مثلا؟ الارترز ماشي، هتقول لي دي ما هي دي بيج ارترز، تبقى وايد في الدايمتر والضغط فيها عالي جدا. ليه الضغط فيها عالي؟ لانها قريبه منين؟ قريبه من المضخ. قريبه منين؟ المضخ اللي هي الخط. اللي كل ما بنبعد بقى عن القلب، كل ما بنبعد عن القلب بلاقي مين؟ بلاقي الارترز عماله مين؟ تضيق. الارترز طبعا الارترز عماله تتفرع يا جماعه، صلاة برانشي ماشي، كل ما تتفرع تدي اكتر لحد ما تدي بقى حاجه اسمها ارتريول، اللي هو تصغير ارتري. تصغير مين؟ ارتري. فانت بقى انا عايز بقى برضو كل حاجه، انا عايزك انت اللي تطلع المعلومه، مش عايز انا اللي اقولها، انت بذكائك بقول لك البلاد ماشي فين. بيحصل له ايجكشن مين؟ من الفنتركل، ويروح فين؟ في الاورطة، بيتقسم على الارترز ارترز 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 لحد ما يوصل لمين؟ الارتريولز. الارتريول دي تتخيل كده ان هي قريبة من القلب ولا بعيدة؟ بعيدة. الحاجة البعيدة دي كنا بنسميها ايه؟ لو فاكرين الجانجلا في الاوتوتونوميك، كان في حاجة اسمها لاترال جانجلا، وفي حاجة اسمها تيرمينال او بريفرال. بريفرال يعني ايه؟ طرف. طيب تتخيلوا، انتوا تتخيلوا كده بدماغك برضه، انا عايزك تبقى انت مقتنع. تتخيلوا ان هيبقى فيه كل ما بنبعد عن القلب يا جماعه، كل ما يبقى فيه ريزيستنس للبلاد فلو. البلاد فلو لو صار انت ده كان شارع واسع بيدي معناه ان ايه؟ ريزيستنس، مقاومه. قولوا يا جماعه مقاومه، اكيد في ايه؟ مقاومه. المقاومه دي قريبه من القلب ولا بعيده؟ بعيده. اه نسميها حاجه اسمها بريفرال ريزيستنس. نسميها مين؟ بريفرال ريزيستنس. ده سؤال المفروض امتحان. مين اللي مسؤول عن الربايه؟ لما انا اسال اقول لك ايه المسؤول عن مين؟ واحد يقول الاول بريفرال ريزيستنس، يعني مع انها هاخدك من شويه، يعني هاخدك من شويه. بريفرال ريزيستنس معناها المقاومه الطرفيه. مقاومه مين؟ الطرفيه. طب لما اقول لك المقاومه الطرفيه دي هي بيشكلها كذا عامل، كذا عامل، بس انا دلوقتي بتكلم على عامل مين؟ الدايمتر بتاع البلاد فيسل. الدايمتر بتاع مين؟ طيب يا جماعه العوامل التي تشكل المقاومه الطرفيه كلها مجتمعه مع بعض نسميها حاجه اسمها توتال بريفرال ريزيستنس. تمام؟ مين؟ توتال بريفرال ريزيستنس. توتال بريفرال ريزيستنس. يبقى ما معنى او معنى البريفرال ريزيستنس؟ هي الريزيستنس اللي هي بيقابلها الدم عندما يمر مش عارف ليه الشرايين الصغيره والشريانات. الشريانات اللي هي اقصد مين؟ كابيلاريز والارتريول. اقصد مين؟ ارتريول. يبقى لما بقول لك بقى ايه المكان ايه هو المين سايد، ايه المكان الرئيسي؟ كل ده هتلاقيه موجود في الشتاء يا جماعه. ايه هو المكان الرئيسي اللي مسؤول عن المقاومه الطرفيه؟ الارتريول. هل ارتريز ارتريول فينز كابيلاريز؟ هتقول لي ارتريول. هتقول لي مين؟ ارتريول. ولكن في بقى حد يمكن يسألني سؤال محرج قوي، يعني انت بتعمل تقول لي المقاومه الطرفيه دي الريزيستنس علشان الدايمتر بتاع الارتريول بيضيق، تقول لي اه لا، تقوم بقى تسألني سؤال محرج قوي، تقول لي طب ما ده اذا كان هو انت مفكر يعني سيادتك ان الشعيرات الدمويه لكن الدايمتر بتاعها واسع، ده الدايمتر بتاعها اقل من مين؟ اقل من الارتريولز. يبقى المفروض اولى، يعني لما اجي اقول لك مين هو المسؤول؟ المفروض تقول لي مين؟ وليس الارتريولز. سألني بقى سؤال بقى اللي هو المحرج بقى، اللي هو ده بشمعنى؟ اشمعنى ان قلت ارتريولز وما قلتش مين؟ كابيلاريز. تفتكروا لو
وتشطر كده افتكروا في الثانوية العامة كان في حاجة اسمها مقومات على التوالي ومقومات على التوازي. فاكرة دي ولا مش فاكرة؟ او مش فاكرينها مش مهم يعني مهم يعني. طب انت لو تفتكر كده مقومات على التوالي يعني مثلا زي كده فاكرين دي اسمها مين؟ على التوالي مقومات على التوالي على التوالي سيريز سيريز يعني على التوالي سيريز سيريز يعني على التوالي مش ودي مثلا المقاومه واحد دي المقاومه اثنين دي المقاومه ثلاثه دي المقاومه اربعه روحوا بقى هناك احسبوها هناك في الفيزياء بقى ايام زمان. طيب لما يكون في المقاومات الثانيه بقى على ايه؟ التوازي التوالي 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 اللي هي كده التوازي يكون فاهم حاجه انت حاجه يبقى انا في الحاله دي اقول ايه توازي هي ار واحد دي ار مين دي ار ثلاثة دي ار أربعة يبقى اذا دي من سماها ايه بارل سماها مين بارل يعني مقاومات على التوازي على التوازي يعني مين بقى التوتال ريزيستنس بقى لما اجي اجمع التوتال ريزيستنس بتاع المقاومات دي يا جماعه ومين المقاومات دي هلاقي مين اللي بتديني رقم كبير جدا اللي هي مين اللي هي على على اسمها سيريز سيريز اسمها على ايه التوالي دي بلا فيها اسف على التوازي فرق معناها التوازي او بالعربي على التوالي دي على التوازي هنا يا جماعه مثلا نقول مثلا الار اللي هي التوتال مثلا توتال هتساوي ار واحد زائد ار اتنين انا مش عايز انا ادخل في الفيزياء والكلام ده المفروض المفروض انتوا تفكروني انا هفتكر انا الفيزياء من ايام عارفين خوفو خوفو وخفرع وقرع اللي هم بنوا الثانويه بتاعت دي ايام خوفو يعني لسه جايين من بالكم ثلاث سنين سنتين قصدي سنه عامه ار واحد ار اتنين ار ثلاثة دي يعني اذا المقاومة كلها بتساوي مين مجموع مين مقاومة هنا بقى لا يا جماعة هنا بتيجي ار واحد على ار اللي هي التوتال يساوي واحد على ار واحد زائد واحد على مين ار اتنين زائد واحد على ار ثلاثة انتوا بقى لو انتوا بتسيبوها بال رحتوا بقى لاي مدرس بتاعك هتلاقي مين هتلاقي هنا المقاومة كلها هنا رقم مين عادي انتوا عارفين ان المقاومه هنا الكليه هنا لما تكون المقاومات على ال بتبقى اقل من اي مقاومه فهمت حاجه؟ اقل من اي مقاومه يعني المقاومه الكليه اقل من مين؟ اي مقاومه وحاجه جميله بقى الحاجه جميله هقول لكم ايه بقى دي معلومات ثقافيه مش هتعرفوا في الامتحان ولا حاجه بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك لما المقاومات اللي على التوازي دي اللي على التوازي تزيد كل ما تزيد كل ما المقاومة كلها تقل كل ما المقاومة كلها مين؟ تقل افهم بقى الحتة دي سبحان الله سبحان الله الخلق الجميل ربنا خالق السيستمز اللي هو مثلا الرينال سيستم الماسكول سيستم النيرفس سيستم وهي بتاخد بلاد السيستم دي مترتبة يا جماعة على اللي هي على التوازي مترتبة على مين؟ على التوازي معناها ان لما يبقى افهم بقى قلت لك كل ما نزيد اللي طبعا كل ما يزيد الاورجنز انت كده بتعمل مقاومه بتزيد مين بتعمل مين طب هو لو كل ما المقاومه اللي هي على التوازي تزيد المقاومه الكليه مين بتقل طب افرضوا يا جماعه واحد شال الطحال لو انتوا اذكياء بقى العكس ده بقى العكس كل واحد لما تشيل منه اورجن تبتدي المقاومه تزيد فهمت حاجه؟ لان المقاومه كانت ماشيه على ايه؟ على التوازي على التوازي لو شلت واحد شال الطحال معناها المقاومه التزيد مقاومة طرفين واضحة ولا يعني ما علينا من كل المهم بقى اللي نسيت اقول لكم بقى اللي حصل بقى يا جماعة عشان في الكور في اللغز ده خلاص المفروض انت كنت فهمت من الارتريولز مرتبة على التوالي على الايه؟ التوالي
سيري سيري يعني على التوالي. فمقاومتها مين؟ أعلى. بينما الكابيلاريز على التوازي فمقاومتها مين؟ يبقى مين اللي بيعمل ريزيستنس؟ هل الكابيلاريز ولا الارتريولز؟ بتقول الارتريولز. فهمتوها كده؟ شطار. طيب ماشي. يعني انا لو كان عندي وقت كنت انا قعدت اديكم ارقام كده عشان تحسب عشان تحسبها معايا، ولكن انتوا يعني مش محتاجه ده. خلاص يبقى انت فين دلوقتي؟ السؤال اول سؤال انت في انت تتعلم عليه او مهم اللي هو مين، ما هو المين سايت اوف بريفرال ريزيستنس؟ تقول لي ارتريول. تقول لي مين؟ ارتريول. بنيجي بقى على الكابيلاريز. بقى الكابيلاريز دي تتميز بايه بقى؟ الكابيلاريز يا جماعه البدل اللي هو ارتريولز. الكابيلاريز تميز بانها لها هايست حاجه اسمها كروس سكشن اريا. كروس سكشن اريا عارفين يعني ايه كروس سكشن اريا؟ اللي هي مساحه المقطع. ما هو حجم مساحة المقطع مش عارفين طبعا مساحة المقطع ال كروس مين سيكشنال اريا. كروس سيكشن اريا عرف بس معايا كده ان اللي ان الكابيلرز دي اللي عندها مين؟ لما اقول لك ايه هي الهاي البلاد فيسلز مثلا ارتريز ارتريوز كابيلرز فين ايه هي ايه من الاوعيه الدمويه من البلاد فيسلز اللي لها هايست كروس سكشن اريا؟ هتقول لي مين؟ ارتريوز كابيلرز. هشرح لك كمان شويه هقول لك يعني هفهمها لك اكتر. طيب ماشي. ايه المعلومه الثالثه بقى المهمه؟ المعلومه الثالثه المهمه اللي هو باجي اسالك سؤال في انت قلت لي الاوعيه الدمويه البلاد فيسلز اللي هي الارتريز مش عارف ارتريوز كابيلرز فينيوز مش عارف مين كذا، وطبعا في بلاد فيسلز جوه مين؟ جوه بتعدى على اللنج اللي اسمها التلمونري. التلمونري اللي هو البلمونر ارتري والبلمونر كابيلاري والبلمونر فين. ماشي. دي كلها اوعيه تبع مين؟ تبع اللنج اسمها بلمونر. البلاد يا جماعه ان شاء الله لما ناخده هنقول لك البلاد 5 لتر. البلاد فوليوم 5 لتر. الدم في جسمك قد كام لتر؟ 5 لتر. طبعا البلاد ده بيتوزع على مين؟ على كل جهاز الدوري. يعني في شويه قاعدين في الهارت، في شويه قاعدين في مش عارف في البلمونري كابيلاري، في شويه قاعدين في الارتري، شويه قاعدين في الكابيلاريز في السيستميك، في شويه قاعدين فين؟ في الفينز. في حاجه السؤال بقى اللي بجيبه في الامتحان سؤال بيهديه جدا. مين 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 المكان اللي في الاوعيه الدمويه التي يستوعب اكبر قدر ممكن من البلاد فوليوم؟ اللي فيه اكبر مين؟ هتلاقوا في رسمه بعد كده هتلاقي مثلا 12% من البلاد فوليوم اللي هو 5 لتر مش عارف موجودين مثلا في الهارت مثلا مثلا. السؤال اللي بيجي في الامتحان بقى هتلاقي 60% او 65% من البلاد قاعد في الفينز. قاعد في مين؟ في الفينز. لما اجي اقول لك بقى ايه هو المكان اللي فيه كميه مين؟ بلاد فوليوم كثيره بيحتوي هتقول لي اللي هو مين؟ الفين. ده السؤال اللي هو largest blood او contain largest blood volume ده اللي هو مين؟ يبقى انا كده دلوقتي جبنا كام سؤال كده؟ عرفت الاسئله بتاع الهارت بالذات هتطلعها من محاضراتي. هتطلعها من محاضراتي مش هتبص في اي كتاب ولا اي سؤال. واضح. يبقى فينا كام سؤال دلوقتي؟ ثلاثة ثلاث اسئله. ماشي. نيجي ناخد بعد كده